إذا متتبعين الأوفياء ومتتبعي قناة الشعب قناة شتوفي، كنتواجدوا معكم مباشرة من مدينة تطوان في إحدى المتجرات لبيع اللحوم بمدينة تطوان. فبالنسبة للأثمنة ديال بيع اللحوم في مدينة تطوان، فبالنسبة اليوم، فاليوم الثمن ديال اللحم لا البقري ولا الغنمي فهو داير 95 و100 درهم للكيلوغرام الواحد. وطبعا فبعد الارتفاع الصاروخي للأثمنة ديال اللحوم والدواجن، فالسوق في مدينة تطوان أو متجرات مدينة تطوان، فالثمن ديال اللحوم فكما كتشوفوا فهو داير يعني 295 درهم للكيلوغرام الواحد. وكذلك يعني في البث المباشر غنتعرفوا على شنو هما الأسباب اللي خلاو ارتفاع الصاروخي ديال هاد الأسعار اللحوم والدواجن أنها ترتفع. طبعا فالسبب الرئيسي هنا في مدينة تطوان اللي يجعل هاد اللحوم لأنها تعرف ارتفاع ديال الأثمن، فأنا راجع نقص في الأغنام وكذلك في الأبقار. وطبعا كاين هناك سماسرة كتحكم يعني في هاد الأبقار، فملي كيجي العجل أو لا البقرة للسوق فكتبر العديد من السماسرة دايرين بديك العجل والثور، يعني خصهم هما يشريو ويزيدوا يعاودوا الثمن ديالو في البيع باش القزار او مول الحام اللي كيشريها باش يمشي يبيعها، فهو كذلك يعني كيشريها بواحد الثمن مرتفع. وطبعا يعني وطبعا كذلك يعني حتى الثمن ديال اللحم عند القزار فهو كيوصل غالي. يعني حاليا دابا هنا في مدينه تطوان على حد القول هذا القزار اللي عيطينا يعني تفاصيل دقيقه حول هذا الارتفاع الصاروخي ديال هاد الاثمنه، فطبعا القزار رجع كيشري اللحم هنا في مدينه تطوان بالخصوص، فهي كتوصل عنده ب 90 درهم. وهو يعني تخيل حتى هو كيشري القزره قداش هي كبيره كيبيعها يعني ب 90 درهم الكيلوغرام كطيح عليه، وحاليا يعني كيبيعها هو ب 95 درهم. فمتتبعين الاوفياء فكما كتشوفوا يعني اللحم موجوده ولكن الاقبال ضعيف، والسبب يعني واضح وباين يعني الارتفاع الصاروخي ديال الاثمنه ديال هاد اللحوم، يعني لا بالخصوص يعني لا لحم البقري لا لحم الغنمي. فمتتبعين الاوفياء خليكم يعني مع هاد الجزار اللي عطينا تفاصيل صغيره وكل صغيره وكبيره حول هاد الموضوع. تفضل معنا، مرحبا بك في قناه الشعب. انتوما يعني كجزاره كيفاش كتعاملوا مع هذا الارتفاع الصاروخي في اسعار اللحوم ديالكم؟ واش غادي نقول لك الارتفاع الصاروخي ديال اللحوم ما كتشري اللحم بالثمن وما قدرش تزيد عليها، كما مع الصياد ديال الباطوار ما الانسان كيضطر يقلل في السلعه باش اما الطلب قليل، حتى المطاعم كانوا كيخدموا معنا دابا بيدهم كيقللوا السلعه. ثم كيف الزراعه يعني شنو السبب الرئيسي اللي خلى هذا اللحوم تعرف هذا الارتفاع خصوصا هنا في مدينه تطوان؟ واش نقول لك؟ قله السلعه، السلعه ما كتدخلش بزاف، السوق كيدخل له سلعه قليله، كتجبر بعد السبيبيه اللي كيبيعوا هذا اللحوم هذا العجل على خمسه بهم باش يقدر الجزار يجي يديها ما كيقدرش يشريها، كيضطر العجل يقسموها بين جوج الناس. الله وعسى غيقابل غير الكليان ديالو اللي عندهم مطاعم يعني خص تكون هنا واش تكون مراقبه على الثمن ديال اللحوم، لا المراقبه الاولى تكون يعني في السوق ديال بيع المواشي. المراقبه الاولى تكون في السوق والدخل ديال كيدخلوا السلعه، السلعه ما كتدخلش بزاف، سلعه قليله. دابا الغنمي ساوي كندخلوها ب 90 درهم. دابا هذا الغنمي 90 درهم. دابا كتبيعو ب 95 درهم، 5 درهم ديالاش، ولاد السيار ولاد الخدامة ولاد السيار ديال المحل. قبل يعني قلتو نتوما يعني بالنسبة للغنمي يعني نتوما كتكلمو على الزراع يعني اللي كيعتمدو أنهم هما يشريو الماشية ويبيعوها ويجيبوها للسوق، واش باقي داك الشيء كاين دابا ولا؟ لا والو، دابا كيشريو من عند الكسابة بالكيلو، الثمن قولو دابا 85 90 درهم، تقدر تبيعو أنت 95 درهم في الحانوت. 5 دراهم ما فيهاش، دابا الجزار غا كيقولوا بحال اللي كيلعب. دابا يعني الجزار رجع كيربح هو 5 دراهم في الثمن ديال الكيلو. 5 دراهم وما فيهاش 5 دراهم، 5 دراهم فيها الصاير فيها كل شيء. بالنسبة يعني لباقي اللحوم يعني هذا اللحم اللي كنشوف أنا هذه ديال البقري. هذه اللحم ديال العجل. يعني هذه هي ديال هذه اللحم ديال العجل هذه.
دابا هادي طايحه ب 90 درهم، شحال غتبيعها؟ هادي واصله 90 درهم، تبيعها ب 95 درهم، 5 دراهم ديالها غصاير ما تكفاكش 5 دراهم. الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم ديال هاد الأثمنة هي قلة الماشية والحاجة غالية، كيحتكروها غا الناس لينا هما اللي يقدر يخدم كيجيب السلعة من برا. يعني انتوما كيفاش كتعاملوا مع المواطنين خلال هاد ارتفاع الصاروخي ديال الأثمنة؟ اش غتعامل مع المواطن؟ المواطن مسكين كيجي عندك هنايا شحال دير بعض اللحم 20 درهم ديال اللحم ما كتكفاش، كتنزل طريب ديال اللحم صغيور في الميزان كيعطي 20 درهم، كيبقى هو مسكين غير كيشوف. وكنطلبوا من الدولة تشوف شي حل لهذا الشيء هذا. يعني دابا بالك الرئيس فيك كتباع اللحم تما، يعني ماشي غادي من السوق، قلة سلعة قليلة. بالنسبة يعني باقي الأثمنة يعني كنشوفوا يعني السوسيد شحال داير؟ السوسيد هذا 90 درهم، سوسيت هذا اللحم 90 درهم، هذا الدجاج 60 درهم، هذا بروشيت الدجاج 60 درهم، الدجاج صحيح هذا 35 درهم، السوسيت هذا 60 درهم، هذا الدجاج 60 درهم، 60 درهم. بالنسبة للدجاج يعني شحال وصلت؟ الله واش عارف كاين شي ارتفاع؟ توا فيه ارتفاع، دابا وصل 35 درهم كيلو. بالنسبة للكفتة مطحونة؟ كفتة مطحونة هذه 90 درهم، هابرة 110 درهم. علاش كيكون فرحين بين كفتة مطحونة وهابرة غالية؟ علاش كتكون غابرة زي كفتة؟ دابا الكفتة مطحونة هذه كتقدر تطحنها بالشحمة ديالها بكل شيء، الهابرة كتنقيها وكتزولها العظم كيبقى غير اللحم بوحدها. كنشوف يعني حنا في مدينة تطوان يعني كنعرف بأن الدخل حاليا ناقص، فواش المطاعم باقي نفس الاقبال كيديو من عندكم ولا تا هما نقصوا؟ لا ولد المطاعم بدهم نقصوا في الطلب، حتى الحاجة غالية بدهم ما كتخرجهمش. كان كيبيع الراشون باللحم 25 درهم دابا خصو يبيعو ب 40 درهم، وهداك ما كيخرجوش، هما كيتشكاو الكليان كيتشكا كلشي كيتشكا. الزر يعني رجع كيربح 5 درهم؟ 5 درهم ما فيها والو، 5 درهم فيها الصاير فيها الخدام فيها كلشي. انتما كتزارا وهذا الارتفاع الصاروخي ديال الاسعار، شنو تقدروا تقولوا يعني انتما لا المواطنين ولا بالنسبه للمسؤولين؟ واش غادي نقول لك؟ كنطلبوا من الدوله تشوف شي حل لهذا الشيء هذا، تلبي الطلب ديال الجزار باش اللحم تقدر تهوت واحد شويه، يعيش الجزار ويعيش المواطن ويمشي للمسيره مزيانه. فكنحيوك، شكرا على شكرا. إذا متتبعينا الأوفياء، متتبعين قناة الشارقة نيوز تي في كما تابعتم معنا، فالأثمنة ديال اللحوم هنا في مدينة تطوان فهي دايره 95 درهم كيلو. فالأسباب ديال ارتفاع صاروخي ديال اللحم هو قلة المشية في السوق ديال البيع اللحوم بالجملة والتقسيط. فطبعا كما سمعتوا يعني الجزر بيدو كيعاني، يعني الهامش ديال الربح في اللحوم فهو رجع 5 درهم، لأن اللحم كيتقدا هو من المارشي من سوق المارشي، فكيتقداها يعني ب 90 درهم للكيلوغرام. فكما كتشوفوا كما كيطلبوا المواطنين كيطلبوا يعني مراقبه الاسعار، فحتى الجزاره كيطلبوا مراقبه الاسعار وكذلك الحد من السماسره اللي كيتواجدوا في الاسواق ديال بيع اللحوم باش هاد اللحوم تعرف واحد الانخفاض. اذا المتتبعين الاوفياء كنتم معنا مباشره من مدينه تطوان، شكرا على المتابعه ديالكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء مباشره.